بس خلينا نبتدي الاول بمنتخب مصر واخد رايكم في قايمه المنتخب اللي ماشي. اختارها روي فيتوريا، شفتوها ازاي؟ تحبوا نستعرض مع بعض مفيش الاسماء مشكلة. لو الاسماء جاهزه معانا؟ طبعا دي اختيارات لمباراه معسكر منتخب هيبتدي يوم 10 ليوم 18 يونيو بعد لعبة الاهلي، هتنضم بعد ما تخلص نهائي دوري الابطال مع الوداد يوم 11، لانه مباراه غينيا الاولى هتتلعب في المغرب، هتتلعب يوم 14 في المغرب، ودي تصفيات امم افريقيا ان شاء الله، مصر وغينيا بيتشاركوا الصداره، المباراه دي نتيجتها تحدد بشكل كبير جدا مين هيتصدر او مين هيبقى في المركز الاول، هي مباراه غينيا، وبعدها هيبقى عندنا مباراه اثيوبيا في القاهره مباراتنا الاخيره. حراسه المرمى محمد الشناوي، محمد صبحي، ابو جبل، محمد هاني في خط الدفاع مع هشام صلاح واحمد رمضان بيكهام وياسر ابراهيم وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، احمد ابو الفتوح، مروان عطيه، مهند لاشين، حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حماده، احمد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو خط النص. اما خط الهجوم فيقوده طبعا ايجيبشن كينج محمد صلاح، معاه مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، تريزيجيه، محمود كهربا، احمد ياسر ريان ومصطفى محمد. نبدا ببلاي. يعني يمكن هي القايمه اللي يفسر العدد الكبير اللي واخده روي فيتوريا في القايمه، ان منتخب مصر عنده مباراه وديه امام جنوب السودان، الراجل محتاج يبص على بعض العناصر اللي هو شايفها بتادي بصوره جيده في مباريات الدوري العام مع فرقها. في لعيبه كان عليها كلام منذ فتره، يعني محمد رضا بوبو مثلا ابرز المنضمين، لعيب بيادي بصوره كويسه جدا مع فيوتشر، كمان محمود مرعي السيرد باك، احمد رمضان بيكهام رغم تراجع نتائج سيراميكا عامل مباريات كويسه، كنفس الموضوع احمد ياسر ريان معاه في نفس الفريق. يمكن الناس كانت انتظرت بعد تالق مصطفى شوبير ان هو هل هيكون ليه فرصه، ولكن طبعا لانه شارك في ثلاث مباريات، اعتقد ان لو استمر في المشاركه هيبقى هيحجز مكان في منتخب مصر. حسين الشحات طبعا ابرز الاسماء او العناصر اللي بتعود مره اخرى بعد حاله التالق الكبيره، واحد من افضل مواسم حسين الشحات مع كره القدم، والموسم الافضل ليه مع النادي الاهلي. طبعا انت قاعد بتسمعني بقى انت، لا والله ده تورط، ده انا لسه ببتدي الحلقه بنفس الكلام ده بالظبط. انا قلت حسين افضل نسخه لحسين السنه دي بالظبط بالظبط. وطبعا احمد حجازي، يعني تم التنسيق بينه وبين روي فيتوريا على اراحه احمد حجازي بعد الموسم الكبير اللي قدمه مع اتحاد جده، واعتقد ان كمان محمد صلاح مش هيشارك في مباراه جنوب السودان. طيب في اسماء كانت تستحق الانضمام على الاسماء دي احمد؟ اعتقد مصطفى شلبي، مصطفى شلبي لاعب الزمالك كان يستحق التواجد في القايمه دي على الاقل، حتى يبقى متواجد، ان هو مقدم من بدايه الموسم اعتقد مقدم مستوى كبير جدا، لكن اعتقد اغلب القايمه فيها عدل كبير جدا من فيتوريا، وده عودنا عليه حتى في المعسكر اللي فات، وكنت انا معاك تقريبا واتكلمنا وقلت لي برضو نفس السؤال، قلت لي مين اللاعب اللي ينقصه؟ قلت لك محمد رضا بوب كان يستحق التواجد فعلا، وبالفعل هو اخده في المعسكر ده، ولاعب كبير جدا ولاعب عنده امكانيات كبيره، وشايف كمان في لاعب مهم جدا اعتقد ان يعني دي كانت مفاجاه، غنام محمد لاعب خط وسط فيوتشر. انت كنت بتتفرج انت كمان بقى انا عشان احنا خلاص بقى في لا غنام وبوب وحماده الثلاثه ما بيلعبوش في انديه جماهيريه ولا انديه بتنافس بالظبط، بس الحقيقه الثلاثه عندهم كوره ولاعيبه استحقوا فعلا تراهن عليهم، فعشان كده انا يعني قلت انا فرحان للثلاثه دول تحديدا، وغنام بتحديدا كمان يعني، وطبعا السبب في الموضوع ده طبعا محمود حماده ان فيتوريا جاب محمود حماده من نادي فاركو، نادي لا بينافس، واعتقد هو كان حتى في الموسم اللي فات بيمر بفتره سيئه جدا، رغم كده هو ضم محمود حماده ولاعب اساسي على اغلب اللعيبه ممكن تبقى محترفه، ولعب وثبت وجوده جدا، واول حتى في مؤتمر اتكلم عنه كان مستغرب ان اللاعب عنده 28 سنه ما كانش موجود، محدش اخده في منتخب مصر، وهو عنده ثقه فيه، وده فتح الباب للعيبه كتيره جدا تبقى موجوده في منتخب مصر، وبالاسباب اللي شفنا الدوري بدا يبقى فيه لعيبه كتير ظهرت كويسه الفتره الاخيره، فهو كافئ اللعيبه ديت وبدا يضم غنام محمد، محمود مرعي، احمد رمضان بيكهام، محمد رضا بوبو، وشفنا حتى احمد ياسر ايام متواجد في قائمه خط الهجوم، فاعتقد ان هي قائمه عادله جدا، يعني بغض النظر عن ممكن اكيد اسم او اتنين مع بس قائمه عادله طيب. تماما انا عندي اسمين، يعني كنت اتمنى خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري، انا كنت بشوف ان هو كان يستحق الانضمام، خاصه ان انت هتجرب في مباراه جنوب السودان. محمد شكري ظهير ايسر سيراميكا كليوباترا، الاثنين انا بشوف ان هم كانوا يستحقوا ان هم يتواجدوا على الاقل في مباراه جنوب السودان.